السلام عليكم. اليوم نوقف على تدشين توسيعة لجامعة الجزائر واللي تقع ببلدية دير إبراهيم. إذن تم في بحر الأسابيع هذه الماضية تم تدشين وافتتاح ملحقة جديدة في جامعة الجزائر بدير إبراهيم. إذن نخليكم تابعوا الفيديو حول هذه التوسعة الجديدة اللي كما نشوف تخلو من أي يعني طراز معماري جمالي، المهم بنايات وخلاص. المهم خليكم تابعوا الفيديو حول التوسعة نتاع دير إبراهيم اللي تم افتتاحها وتدشينها مؤخرا. والسلام عليكم.